ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام. اكيد رح نرجع نكفي حوارنا مع الكابتن بنان. كابتن نيان، عفوا انا كمان قلت بنان. كابتن نيان، يعني هل صحيح ما يتداوله الرياضيون بان العضلات الاجسام ابطال او الكمال الاجسام اكثرها تصنع بالابر والحقنات؟ يعني برايك، يعني هل التصنع الابر مفيد للكمال الاجسام مع الرياضه ام مضر؟ اذا واحد تدخل البطولات يفت يحتاج هذا الشغلات، اما يراد تمارين قوي حتى ما يبقى المواد للجسم. إن بي سلبيات لمستقبل، اكو سلبيات يعني فرض شو هالسلبيات؟ السلبيات مثلا المصل، تقطع المصل مثلا، يشيط يموت مثلا مصل يعني. فلازم اذا واحد ما تدخل على البطولات ما يحتاج العبره ابدا. احنا بالقاعات نشوف واحد ما يدخل وما مدرب، ما يدخل على البطولات، ما يسوي تمارين قوي، وتسوون مثلا هذا العبرات كلش يعني بفقره سلبيه. يعني لازم هم يشوفون ويقرؤون على هذا العبرات شلون تستخدموها. بس برايك انت يعني العضلات صحيح؟ برايي اذا واحد اي بشكل عام بالصحي وبالرياضه افضل. في الحال اذا لعب كمال اجسام، بس بدون لعب كمال اجسام يحقنوا، هذا خطر جدا. اي خطر جدا اكيد، اذا ما تدخل على البطولات، لانه اذا ما تسوي الرياضه لازم مرتين باليوم تسوون هذا الرياضه حتى يشتغل هذا عبره. هذا شغله مو بسيطه، ترى كل واحد يسوي عبره يقول مثلا انا صدري هيك كبرت، انا كتفي هيك. صحيح. اي فلا مضر. اي مضر. طيب اكيد تمارين بناء العضلات تختلف بين الذكور والاناث، صحيح؟ بشو بتختلف؟ يا ريت تحكي لنا اكثر. اكيد هذا تختلف، عندي اني مختلط اشتغل هم بنات وهم رجال، فرجال دائما يحبون يكبرون كتف والصدر، وبنات دائما هذا منطقه الخلفي. هذا هيك يعني يختلف، ودائما النسوة والبنات لازم نقوم به، ورجال لا لازم أوزان ثقيله شوي يعني خشونه. اي صح. طيب سيدنا، يعني ما هي اكثر دولة عربية وكمان في العالم فيها رياضة كمال اجسام نسوية متقدمة؟ يعني لك مثلا نظرة عليها؟ كالبطولات اي كالبطولات اي للعالم كله تهتم بهذا المجال، بس اكثر دولة يعني مهتمة فيها عربيا وكمان اوروبيا او اوروبية عربية هم يعني تهتمون بهذا المجال، بس مو محدد يعني. اي مو متحدد، وللدولة الغير دولتنا هم تهتم. يعني برأيك مصر مصر تهتم بالمسار؟ اي والله. صحيح. طيب كيف بتشوفي مستقبل مشاركه المراه الكردستانيه بالالعاب الرياضيه بشكل عام؟ يعني قارني بين الرياضه مثلا نحكيهم بكردستان وبالعراق، على مستوى العراق يعني انه السيدات بكردستان والسيدات على مستوى العراق من حيث الرياضه. وين في اهتمام اكثر بالرياضه من قبل السيدات؟ بالكردستان فما راحت غير منطقه العربيه، فبس بدي اشوف مثلا حتى هم بالعراق بالعراق كلش زين، يعني اكو بنات اكو مدربين، حتى اذا ما تشتغلون على هذا مثلا مختلط قاعد، بس في مدربين زينين يعني اشوفهم هذا مجال زين يعني سنه باي سنه يتطور هذا المجال ان شاء الله. طيب سيدي نيان، اخر سؤال رح اسالك اياه، انه هو مين اكثر تاثرتي بال او مثلا النساء بالكمال الاجسام، مين كان مثلك الاعلى؟ مين كان مثلك الاعلى؟ كابتن نهاد محمد. هذا هو بس تشجعني وصلت هذا. اكيد اليوم ذكرتي كثير خلال البرنامج، ونحن اكيد بنوجه له تحياتنا ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. اهلا. طيب شكرا جزيلا لك سيده نيان، شرفتينا بنسمات. فرصه سعيد هذا كلش. اكيد نحن اسعد. اهلا وسهلا فيك، نورتينا بنسمات. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اكيد سهر، مثل كل مره فقرتنا او مثلا المراسلين منتشرين بكل اقليم كردستان.